بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله رح يكون هذا تسجيل محاضرات الأسبوع الثالث والأسبوع الرابع لمادة الأوكلوجين طلاب سنة ثالثة. المحاضرة الأولى بعنوان Mandibular Movement and Articulators. في هاي المحاضرة رح نحكي عن Mandibular Movement، حكينا عنهم بالمرة الماضية. رح نعمل نحكي عن Definition of Articulators, Their Uses, Components, Classifications, Types and Indications. إذا بتذكرين المحاضرة الماضية حكينا شو هو السنتريك اوكلوجين والسنتريك ريليشن، بتمنى ترجعوا تسمعوا أو تقرأوا عنهم. حكينا عن الريست بوزيشن، حكينا الريست بوزيشن is not reproducible position، وحكينا عن الماندبلر تريسينج، إذا بدنا نتبع حركة الماندبل في كل الاتجاهات في عنا أجهزة بنسميها بانتوغراف أو كاينيزوغراف. هي بشكل مبسط إذا أنت بتحط قلم بين أسنان المريض وبتخليه يتحرك كل الاتجاهات، ومقابل هذا القلم بيكون في عندك ورقة تسجل الحركة تبعت المريض، راح يطلع عندك أشكال مختلفة في السجيتال والهوريزنتال بلين. وزي ما حكينا بالسجيتال بلين في عندنا انفلوب اسمه البوسلت انفلوب، وحكينا عن مكونات المرة الماضية، بتعرفوا السنتريك ريليشن السنتريك اوكلوجين، حكينا عن الريست الاف اللي هي الموست بروتروسيف او الفورورد موفمنت، حكينا عن النقطة B اللي هي الهنج موفمنت، وحكينا عن الإي اللي هي ترانسليشن موفمنت أور ماكسيمم أوبنينج أوف ذا مانديبل. هاي صورة ثانية برضو عن المانديبلر موفمنت بالسجيتال بلين، بتوضح لكم الماكسيمم بروتروجن، الهنج أوبنينج، ماكسيمم أوبنينج، وبتوضح لكم برضو عن تيرمينال هنج أكسس، وحكيت أنا المرة الماضية عن تيرمينال هنج أكسس. بالنسبة للصور اللي فوق بتحكي لك عن الكلاسيفيكيشن كلاس 1-2-3 للانتيريور تيث. في اشي اسمه anterior guidance اللي هم الاوفر بايت والاوفر جيت، برضو رح تاخدوهم بمحاضرة ثانية. الاوفر بايت والاوفر جيت كتير بتحكموا بالبوزلت انفولوب اللي ما رح يطلع عنا. برضو حكينا عن tracing mandible in the horizontal plane، حكينا إذا بتحرك المريض لليمين للشمال، وحكينا عن البنت movement، حكينا عن البنت angle، وحكينا أي واحد بيكون على working side و non-working side، وحكينا عن شكل الانفلوب اللي بيطلع معنا ال RL اللي هي right lateral وال LL left lateral، ال B اللي هي maximum protrusion اللي راح يطلع معنا، وطبعا centric occlusion centric relation موجودين على الصورة. هاي برضو صورة تانية للجمجمة من تحت بتوضح لك البنت أنجل والبنت موفمنت. بتمنى انه ترجعوا لمحاضرات البروستو لهاي المحاضرة، اللي عنده مشكلة في تحديد البنت أنجل والبنت موفمنت يراجعني او يبعث لي ايميل. برضو حكينا عن الافريج نمبرز للفانكشنال والنون فانكشنال موفمنتس، وحكينا قديش الماكسيمم اوبننج الماكسيمم لاترال موفمنت، قديش عندنا الماكسيمم بروتروزيف، كل هاي ارقام الافريج بيبل ذات دازنت هاف اني بروبلم ان ذا تي ام جي. هسه نبلش محاضرتنا الاساسيه الارتكليترز. What are the articulators? An articulator is a mechanical device used to simulate mandibular movement. The principle employed is the mechanical replication of the path of movement of the posterior and anterior determinant. إيش يعني؟ الارتكليتر عبارة عن جهاز، وكلكم عندكم articulator استعملتوهم بالمختبر. هذا الجهاز بده يقلد حركة الماندبل في كل الاتجاهات. طبعا في عنا أشكال وأنواع مختلفة من الأرتكليترز رح نتعرف عليها في المحاضرة. بهمني تعرفوا أنه دائما حركة الماندبل بتحكم فيها أشياء اثنين، في عنا إشي موجود في المنطقة الخلفية بنحكي له posterior determinant، في عنا إشي موجود في المنطقة الأمامية anterior determinant. بشكل مبسط عادة posterior determinant إذا بتتذكر المحاضرة الأولى حكينا عن الأناتومي، بشكل عام رح تعتمد على شكل الأناتومي للماندبلر فوسا والأرتكلر كوندايل. الانتيريور ديتيرمينانتس بالشكل عام رح يكون مخصص للانتيريور جايدنس اللي هم الانتيريور تيث الاوفر جيت والاوفر بايت تبعهم. The outer limit of all excursive movement of the mandible are referred as the border movement. They are highly reproducible and useful for articular
articulator adjustment. زي ما حكينا الماندبلر movement الماندبل بتتحرك في كل الاتجاهات لكن في إلها حدود معينة للحركة. وإذا متذكرين برضو بالمحاضرة الأولى حكينا إنه في عنا ligaments، هدول الligaments بيعملوا على إنهم يحددوا الماندبل في اتجاهات معينة. الماندبل ما بتقدر تتحرك أكثر من حد معين في كل اتجاه. Now why do we need articulators? We need it because we need a faithful simulation cast on the articulator except the same tooth-to-tooth and arch-to-arch relationship that exist in the patient mouth. Movement of the mandible are simulated on the articulator as close as possible to what exist clinically. كثير بهمني أنا إذا بدي أعمل أي علاج للمريض أي تركيبات إني أعرف شكل الإطباق اللي موجود عنده، لأنه التركيب اللي أنا راح أعمله إياه أو التغيير راح أعمله على الأسنان لازم يكون متناسق مع الإطباق اللي موجود عنده. فعشان هيك بدي إشي يوضح لي طريقة إطباق المريض في خارج الفم. طبعا داخل الفم بدي أنقل الصورة الموجودة داخل الفم إلى جهاز خارجي بحيث إنه يسهل علي عملية في المختبر. How can an articulator simulate the clinical situation? We need to mount the maxillary cast on the articulator in the same way the maxillary arch is related to the terminal hinge axis. كيف بدي إنه الارتيكليتر يشابه الوضع داخل فم الإنسان أو الإطباق داخل فم الإنسان؟ لازم يكون عندي طبعة للأسنان العلوية وبعدين أستعمل هاي الأسنان العلوية أحطها على الارتيكليتر بحيث إنها تكون بعيدة عن التيرمينال هنج أكسس، نفس المسافة الموجودة في البيشنت ماوث تكون موجودة على الارتيكليتر تبعي. ورح نحكي هسه ستيب باي ستيب ورح أحط لكم لينك لفيديو كيف نستعمل أو كيف نعمل ماونتينج على الارتيكليتر. الايمز تبعتنا of using articulator fabrication of prostheses that are in harmony with the existing occlusal scheme and TMG situation. زي ما حكينا لازم يكون في تناسق ما بين التركيبة اللي أنا بحطها للمريض والإطباق الموجود عنده. ما بيصير إذا أنا عملت له تاج على أحد الأسنان إنه يكون الإطباق إنه هذا التاج يخرب الإطباق الموجود عند المريض، مثلا يكون عالي أو إنه مثلا يكون out of occlusion فبالتالي المريض ما يستفيد منه. فلازم يكون في تناسق ما بين الأشياء اللي أنا بدي أعملها للمريض، التركيبات اللي بدي أعملها المريض والإطباق اللي موجود عنده. Advantages of articulator. The articulator permit the visualization of teeth from all aspects at different mandibular position. بيساعد كثير من المختبر إنه تشوف كيف الإطباق من كل الاتجاهات. إحنا داخل فم المريض بس يطبق أسنانه ما بنشوف اللينجول سايد، صعب تشوف الأوكلوجين على اللينجول سايد. بينما لو نقلنا هاي العلاقة على الأرتيكوليتر بتقدر بسهولة تشوف اللينجول سايد على الأرتيكوليتر بشكل أوضح. Also study sectors of the dental arch. أنا مثلا بدي أشوف الإطباق على الأسنان الأمامية زي ما أنتم شايفين بالصورة، فبالتالي بعمل الجو اللي عندي باخد طبعة للجو بعدين بقصها وبخلي الأسنان اللي أنا بدي أدرسها. مثلا هون زي ما أنتم شايفين بالصورة اللي على اليمين في بس الأنتيريور لور أنتيريور، فإحنا قاعدين نطلع على العلاقة ما بين الأبر أنتيريور واللور أنتيريور فقط من غير وجود البوستيريور بارت أوف ذا لور مانديبلر تيث. فكتير بيساعدني إنه أعمل study للsector of the dental arch مش all of the dental arch، فبالتالي بقسم الدنتال arch حسب اللي أنا بدي أعمله. نحكي عن uses of articulator. إيش بنستعمل إحنا الarticulators؟ we can use it for pre-treatment stage اللي هي مرحلة ما قبل العلاج. أمثلة على هاي الموضوع occlusal analysis and equilibration. مريض عنده مشاكل في الإطباق، في مثلا عنده بيعض على أسنانه بيعض على مناطق أو أسنان بيصير في عليها إطباق قبل ما يصير إطباق على باقي الأسنان، بيكون في عنده interferences. فكتير بيساعدني الأرتيكوليتر إني أعمل analysis للأكلوجين اللي موجود عنده. ممكن برضو أعمل equilibration إذا كان عنده premature contact يعني بيعض على سن قبل باقي الأسنان، ممكن أعمل trimming بناء على دراستي للإطباق اللي موجود عنده باستعمال الأرتيكوليتر. Also, we can change the arch and tooth relationship, preparing for orthognathic
بروسيجر. أورثوجناتيك بروسيجر اللي هي عمليات كبرى بكون في عند المريض مش بس مشكلة بالمشكلة الإطباق الأساسية عنده، إلها علاقة برضو بالأناتومي اللي موجود عنده، مثلا يكون الماندبل كتير متحرك لورا أو لقدام، فهاي الحالات تستدعي نعمل جراحة مش بس تحريك الأسنان بالتقويم، لازم نعمل له جراحة ريبوزيشنينج للماندبل أو للماكزيلا، بعدين بيعملوا لهم تقويم. هذول إن شاء الله رح تاخدوهم بمادة السيرجري، مادة الأورثو. ففي هاي الحالات الأرتيكليتر كتير بيساعدك إنه تعرف العلاقة ما بين الأسنان وتعرف إيش العلاج اللي بدك تعمله. يعني أنت بتجهز المريض للعملية بناء على الإطباق اللي أنت بتدرسه باستعمال الأرتيكليتر. برضو بنقدر نستعمل الأرتيكليتر for wax up, for diagnosis and proper planning, as well as communicating and explaining the treatment for the patient. كثير مرضى بيجوا عندنا مثلا بدهم يعملوا قشور خزفية أو بدهم يعملوا تاج أو بدهم يغيروا شكل الأسنان، فبالتالي باخذ طبعة أنا للأسنان، بستعمل الأرتيكليتر بعملهم mounting مع بعض، بعدين بحط شمع وبضبط شكل الأسنان اللي أنا بدي أعمله، أو ممكن أعمل شكل الدايركت فينيرز القشور الخزفية اللي أنا بدي أعملها، بعدين بوريها للمريض، بعمل إشي اسمه موكب، فالمريض بشوف كيف النتائج النهائية رح تكون. فهاي كتير بتساعدني على إني أتفاهم أنا والمريض إيش الأشياء اللي بده إياها، وإذا عجبه الشغل اللي أنا بدي أعمله ولا بدنا نعمل علاج ثاني، أو إنه ما يعجبه الشغل يوقف عن العلاج. هذا كان كله pre-treatment. هسا بالtreatment stage إيش بيساعدني الأرتيكليتر؟ it can help me for fabrication of fixed and removal prostheses that are in harmony with the existing occlusion and fabrication of splints for occlusal therapy. في مرحلة العلاج كتير طبعا أي تركيب رح تعملوا للمريض إن شاء الله بسنة خامسة، رح تلاحظوا إن رح نأخذ طبعات للمريض ونأخذ bite registration ونستعمل الأرتيكليتر، نعمل mounting للteeth، بعدين نشتغل التركيبات بناء على الارتكليتر او الريليشن بين الابر واللور تيث على الارتكليتر. فالارتكليتر بتريتمنت ستيج كثير بيساعدني اني انا لازم اعمل زي ما حكينا الريستوريشن تبعتي او البروستيسيس تبعتي ان هارموني وذ اكزيستينج انكلوجن. فالشيء الوحيد اللي راح يكون الدليل لي حتى اشتغل اللي هو الارتكليتر. بالنسبه للسبلنت فور اوكلوزال ثيرابي برضو راح تاخذوها بالبيريو. السبلنت عبارة عن جهاز to stabilize the occlusion. في كثير حالات نضطر نعمل occlusal therapy، بالتالي بدنا نحتاج لسبلنت to protect this therapy. component كلكم كان عندكم average articulator أو معكم average articulator بتستعملوه المختبر. بتعرف في عنا superior and inferior compartment أو superior and inferior members، جزء علوي وجزء سفلي. في عنا vertical arms اللي هي الأذرع العمودية. في عنا mechanical fossa and condyle طبعا اللي بتيجي على الجزء العلوي. في عنا incisal bin and table برضو استعملتوها انتو يمكن بالمختبر for mounting. برضو أخذته بالبروستو. في عنا two classification، في عنا arcon و non-arcon. arcon or articulating condyle عادة نستعمل في fixed prostodontics. the condyle element are placed in on the lower member of the articulator just the as the condyle are located on the mandible. كثير بتشابه الوضع الطبيعي، عادة الوضع الطبيعي كيف بتكون الكوندايل تحت والمانديبلر فوسة فوق، فهذا هو الوضع الطبيعي أو التشريح الطبيعي لجسم الإنسان. فالأركون أرتكليتر it mimic simulate the position of the glenoid fossa in the skull and the mandibular condyle on the mandible. النان أركون عادة بيستعملوه بالرموفابل بروستودونتكس، بيكون الميكانيكال فوسا located on the lower member عكس الوضع الطبيعي، while the condyle element are placed on the upper portion of the articulator. عادة النان أركون نستعمله للرموفابل، بينما إذا بدنا نعمل فيكس بروستودونتك لازم يكون في عنا أركون أرتكليتر. the types of articulator في عنا different types، كل ما استعملنا نوع معقد أكثر كل ما استعملنا للحالات المعقدة أكثر. النوع الأول أبسط نوع اللي هو الهنج articulator.
It's non-adjustable, capable of only hinge opening and closing, and it produces maximum intercuspation. And we usually use it for single tooth restoration when the occlusal influence is minimal. الهنج articulator عبارة عن articulator بس بتمكن يفتح ويسكر، فبالتالي ما رح يعمل لك or produce any mandibular movement، ما رح يوريك كيف تتحرك الماندبل بشكل عام، ما بقدر إلا يفتح ويسكر. بتقدر أنت تعمل mounting للأبر واللور جو بس بالماكسيموم intercuspation. عادة نستعمله إذا أنا بدي أعمل علاج لسن واحد للمريض، يعني مثلا بدي أركب تاج واحد للمريض نفرض على lower 6، فبالتالي الأسنان الثانية عليها إطباق متناسق، فبالتالي ما بتأثر علي إني أستعمل هذا الهنج articulator. وطبعا ما رح يكون accurate ورح يضل في عندك مشاكل، يعني ممكن التاج تبعك يحتاج بعض التعديلات بس يجي من المختبر، لكن إنه رخيص وسهل استعماله خاصة في الحالات البسيطة ما في مشكلة نستعمله. في نوع من الهنج اسمه twin stage occluder. التوين stage زي ما انتم شايفين بالصورة، بتقدر اللور arch مثلا بتقدر تعمل one segment، والأبر arch تعمل تاخذ طبعتين لنفس الارش، بعدين تعمل mounting in different position، واحد مثلا ممكن يكون maximum intercuspation والثاني مثلا يكون lateral movement، فبالتالي بتقدر تعمل تاخذ relation in both in two positions of the mandible. نفس الاشي بس بفتح وبسكر، لكن بيساعدك انك تعمل fabrication of the prosthesis according to maximum intercuspation و different lateral movement. ايش مشكلة الهنج articulator؟ طبعا inaccurate، لانه الفتح اذا بتشوفوا احنا في عنا اشي اسمه terminal hinge axis اللي حكينا عنه، هي الخط الوهمي اللي بمر من الhead of the condyle from right to the left. الهنج اكسس كتير بيقرب لك التيرمينال هنج اكسس من الاسنان، فبالتالي الهنج articulator is not accurate، فبتكون المسافة ما بين الاسنان ونقطة الفتح تبعت الارتيكوليتر كتير قريبة مقارنة بالوضع الطبيعي. اذا بتطلع على الصورة في عنا تو ارشز، واحد اللي هو A والثاني اللي هو B. B بيمثل لك اللي هي الارش of opening and closing using الهنج articulator، بينما الاكيوريت اللي هو الارش A. الارش A represent the normal position of the hinge axis، فبالتالي شايفين كيف في اختلاف بالفتحة الفم باستعمال الهنج articulator، فبالتالي الهنج articulator ما عمل لي تقليد لحركة الفتح والتسكير لفم المريض، بالعكس كان في discrepancy، في اختلاف عن الموجود واقعيا. طبعا limitation of hinge articulator doesn't reproduce any type of movement except hinge only position maximum intercuspation، عشان هي كمان نستعمله إلا single tooth treatment. الأفريج articulator كلكم استعملتوه بالبروستو. الكوندايلر inclination fixed between 20 and 30. mounting of the cast established using occlusal table، بتعرف في عندكم زي occlusal table واستعملتوه كثير للماونتينج الأبر جو، بعدين حطيته اللور مقارنة مع الأبر. it can't be programmed، ما بتعمل لك any movement برضو، بس عنا الأفريج اسمه أفريج لأنه الكوندايلر inclination تبعه using average number اللي هو 20 and 30 degree. يعني وين نستعمله؟ طبعا انتو استعملتوه for complete denture fabrication، فهذا الاستعمال الوحيد للأفريج articulator. it can't reproduce any movement and it can't be programmed. النوع الأكثر تطوراً هو semi adjustable articulator. it's more accurate reproduction of mandibular movement. في هذا الارتيكليتر راح يصير في عنا بعض الحركات، ممكن نعمل reproduction لبعض الحركات للمانديبل. the intercondylar distance can be modified small, medium and large. intercondylar distance هي المسافة ما بين head of the condyle على اليمين للhead of the condyle على الشمال، طبعا هاي بتختلف حسب الاناتومي تبع المريض، ممكن يكون small, medium و large. ما بتعطيك accurate number لكن بتعطيك estimation، فبتعطيك 3 أحجام لهاي المسافة. طبعا بيجي أجيال معينة لهذا الارتيكليتر. first generation it reproduce the condylar inclination and bennet angle، بينما second و third generation it include the immediate side shift اللي هي البنت movement.
Some have a straight condylar bath, others have curved baths, which is more anatomical. فالسيمي adjustable بنقسمها سيمي يعني بتقلد لك الماندبل حركة الماندبل لكن مش 100%. بعض حركات الماندبل زي ما حكينا الجيل الأول بيقلد لك الكوندايلر انكلينيشن البنت أنجل، بينما الأحدث الأجيال الأحدث فيها البنت موفمنت. بعض الأمثلة على السيمي أدجستابل في طبعا شركات كثيرة، دينار، ويبمكس، هنود، انتيتس، سام، في برضو أنواع جديدة ما بيهمني الأسماء. وآخر نوع من الارتكليترز اللي هو أكثر نوع دقيق، it reproduces the entire mandibular movement, border movement with the inclination and path. اسمه fully adjustable articulator. It also the intercondylar distance is completely adjustable. بالضبط بتعطيك رقم محدد قديش intercondylar distance between the head of the condyle on both sides. It simulates the mandibular movement in four dimension even with timing. يعني ما مش بس حركة الماندبل، برضو الوقت اللي بتاخذه الماندبل حتى تتحرك من مثلا lateral movement من eccentric relation لل left lateral movement، بالضبط بتعطيك الوقت اللي بتاخذه الماندبل حتى تتحرك هاي الحركة. It require pantographic recording. هذا الارتكليتر كثير معقد، فبالتالي في أجهزة كثير رح يحتاجها حتى تعمل full tracing للماندبل movement. واحد منهم اسمه pantographic recording حتى يسجل لك حركة الماندبل في كل اتجاهات. وبرضو kinematic face bone registration، برضو في جهاز معين حتى يأخذ لك العلاقة ما بين terminal hinge axis والأبر arch. نحكي له kinematic face bone، هسا رح نحكي عن الفيس بوز يعني بعد دقيقة. Highly expensive and time consuming. كثير غالي هذا الجهاز وبرضه باخذ وقت، يعني ممكن حتى نسجل حركة الماندبل لكل مريض نحتاج ساعتين أو ثلاث ساعات، وإحنا بس نركب هاي الأجهزة للمريض، نخلي المريض يقعد بعدين نحط الجهاز اللي بعده، فبده وقت وإحنا نشتغل فيه. Indications طبعا لل different types. زي ما حكينا non-adjustable articulator اللي هم الهنج والأفريج، we use them for single tooth restoration and complete denture. Semi-adjustable articulator we use it for most of fixed and removable dentures. بينما fully adjustable articulator we use it for complex multiple tooth restoration rehabilitation. If we have missing anterior guidance, extensive occlusal modification. If we need change the vertical dimension of occlusion, if we have atypical mandibular movement, or if we have ATM joint problems. So you see, if we have more complex treatment, we need more expensive articulator. So for fully adjustable articulator, diagnostic information will be the highest. Occlusal information conveyed to the lab will be the best, and time and skill needed more with fully adjustable. كل ما استعملت fully adjustable كل ما احتاجت لتمرين وتدريب أكثر. Modification in patient mouth بتقل مع استعمال fully adjustable. كل ما رحنا باتجاه الهنج articulator كل ما كان أسهل نستعمله، لكن رح يكون في عنا modification أكثر بال patient mouth، ما بنقدر نعمل complex treatment for the patient using the hinge articulator. هيك نكون خلصنا المحاضرة الأولى. نكمل على المحاضرة الثانية لأنهم إلهم علاقة ببعض. هسا أنا بدنا نتعلم عن occlusal registration and bite transfer. كيف نستعمل الارتكليترز؟ الارتكليترز حكينا they will simulate mandibular movement. عشان نحصل هاي العلاقة ما بين الأبر واللور جو لازم نأخذ طبعات للمريض، نأخذ طبعة للأسنان العلوية وطبعة للأسنان السفلية. بس يصير في عنا الطبعة هاي بنحكي لها الكاست. الكاست معي موجود، لكن كيف بدي أركبه على الارتكليتر بحيث إني أخذ العلاقة الصحيحة ما بين التيرمينال هنج أكسس زي ما حكينا للأبر جو، وبرضو العلاقة الصحيحة ما بين الأبر جو واللور جو. كيف الأسنان تنطبق مع بعض في الأبر جو واللور جو، كيف أسجل السنتريك ريليشن، كيف أسجل السنتريك أوكلوجين وأنقلهم للارتكليتر. هذا اللي رح نتعلمه في هاي المحاضرة. طبعا رح نحكي عن الفيسبو، نعرف شو هو الفيسبو. نحكي عن occlusal relation recording، ورح نحكي عن mounting of the cast، وآخر إشي programming the articulator using inter occlusal record أو pantographic tracing.
بشكل عام هاي المحاضرة خاصة بس بالسيمي adjustable والفولي adjustable articulator. زي ما حكينا الـ average articulator والهنج they are not programming or not unable to be programmed, فما رح نحكي عنهم, لكن احنا نحكي في هاي المحاضرة عن السيمي adjustable والفولي adjustable. إذا mounting of the cast, لازم أول إشي نعمل mounting of the upper cast in relation to the terminal hinge axis, وعشان نحصر هاي العلاقة أو نعمل mounting لل upper cast لازم نستعمل جهاز اسمه فيسبو. انتو بمختبر البروستو عملتوا mounting لل upper cast على التابل اللي موجودة, في عندكم mounting table. في السيمي adjustable والفولي adjustable في عنا جهاز, هذا الجهاز اسمه الفيسبو, هذا الجهاز هو اللي بنقول لك العلاقة ما بين التيرمينال هنج اكسس والأبر آش, فرح نحكي عنه كمان شوي. بعد ما نعمل الماونتينج للأبر كاست نعمل طبعا ماونتينج للور كاست. كيف نعرف العلاقة ما بين اللور والأبر تيث؟ عن طريق استعمال إشي اسمه انتر اوكلوزال ريكورد, وآخر إشي بكون في عندي بروغرامينج ذا ما articulator, بستعمل بعض الريكورد حتى أعمل بروغرامينج ذا articulator. إيش الأشياء اللي بدي أعملها بروغرامينج؟ اللي هي البنت موفمنت, البنت أنجل, البروتروزف موفمنت, ها هي المقصود بالبروغرامينج of the articulator. Then FESPO transfer. FESPO عبارة عن mechanical device used to transfer the terminal hinge axis from the patient mouth to the articulator and record the spatial position of the maxillary occlusal plane to the transverse opening and closing axis of the patient. مرة ماضي حكيت لكم إيش هو terminal axis. Terminal hinge axis حكيت لكم إذا بتاخدوا نقطة منتصف الhead of the condyle على اليمين للhead of the condyle على الشمال ورسمنا خط وهمي, هذا الخط هو اللي بتصير فيه الحركة الدائرية للماندبل اللي حكيناها الهنج موفمنت. إذا متذكرين الماندبل في عنا two type of movement, hinge movement وtranslation movement. الtranslation movement بيصير فيها انزلاق, بينما الهنج موفمنت الhead of the mandible بتضلها في مكانها لكن بتلف حوالين المركز تبعها, فهذا هو المقصود بالterminal hinge axis. فوظيفة الفيسبو ينقل العلاقة ما بين الأبر تيث أو الأبر آرش للتيرمينال هنج أكسس اللي موجود. طبعا هاي الأشياء مع البوزيشن للتيرمينال هنج أكسس مش ثابت, بيختلف حسب المريض لأنه بيعتمد على التشريح الوجه يعني الأناتومي تبع البيشنت. ليش بدنا terminal hinge axis؟ لأنه repeatable position زي ما حكينا بيعتمد على الأناتومي تبع البيشنت, فبالتالي هو نقطة أو هو خط وهمي لكنه repeatable, يعني بتقدر تسجله دائما ثابت للمريض, فبالتالي هو اللي بيكون guidance تبعك. الكومبوننت للفيسبو عادة في عنا transverse component and two adjustable side arms. transverse two adjustable arms اللي هي النهايات تبعته بكون عبارة عن أذرع موجودة و transverse component. في عنا bite fork زي شوكة, هاي الشوكة عادة بنثبتها داخل فم المريض ونحط عليها بعض الماتيريال زي واكس مثلا حتى تأخذ طبعة للأسنان العلوية. وفي عنا indicator third reference point. الindicator عادة بنستعمله كreference point حتى انه ناخذ نفس الريكورد كل مرة, وبرضو دائما بيعتمد على نقطة ثابتة تشريحيا على وجه المريض. برضو بيتساعدك انه تعمل mounting للفيسبو without tilt, يعني هو بيساعدك انه تاخذ او تركب الفيسبو على الارتكليتر من غير ما يكون مايل الارتكليتر يمين او شمال, فبالتالي بيطلع معك الاطباق او الريستوريشن اللي بدك تعملها راح تكون مايلة, فبالتالي لازم يكون الماونتينج تبعك على الارتكليتر موازي للهوريزنتال بلين, فالثيرد بوينت ريفرنس بتساعدك في هاي الشغله. كلاسيفيكيشن, طبعا في عنا انواع من الفيسبو, النوع البسيط عاده ونوع بيكون معقد. النوع البسيط نستعمله مع السيمي ادجستبل, والنوع المعقد او المور اكوريت بيكون نستعمله مع الفولي ادجستبل. النوع الاول كاينماتيك فيسبو. It's indicated when it's critical to precisely reproduce the exact opening and closing movement of the patient on the articulator. الكاينماتيك هو أكثر واحد أو أكثر نوع دقيق,
بيحدد لك بالضبط وين الـ head of the condyle is moving in a hinge movement. بالضبط بيحدد لك النقطة الأساسية اللي بصير حواليها الـ hinge movement of the mandible. وهذا الـ articulator زي ما حكيت لأنه more accurate بنستعمله مع الـ fully adjustable. طبعا رح يكون سعره أغلى وبأخذ وقت أكثر. It indicates the exact position of the true hinge axis of the patient. Used to transfer on fully adjustable articulator, and it's the most accurate way of determining the axis by error and a trial. إيش يعني by error and trial؟ زي ما أنتوا شايفين في عنا زي بن زي ذراع حاد شوي نحطه في منطقة الهنج أكسس، بعدين نخلي المريض يفتح ويسكر. طبعا بس يفتح أو يسكر رح ينرسم عندك زي نصف دائرة. هاي نصف الدائرة إذا بضلها تنعاد بشكل كامل يعني it's repeatable معناته إحنا بالموقع الصح. إذا كل مرة بفتح المريض وبسكر بطلع لك different shape of the arch معناته المنطقة خطأ. فأنا by trial and error يعني إيش بضلني أجرب على المريض بغير البوزيشن تبعها كل مرة شوي حتى أحصل على repeatable arch. بس أحصل على repeatable arch على الورقة اللي موجودة عندي معناته أنا حاطة البن تبعتي على the accurate position of the terminal hinge axis. النوع الثاني الـ arbitrary face bow. It uses an arbitrary point to represent the hinge axis. يعني ما بتحط انت النقطة تبعتك على الـ terminal hinge axis الحقيقي لكن حواليه، فانت ما بتكون كثير بعيد عنه لكن تأخذ منطقة ثابتة بناء على تشريح الوجه. هاي المنطقة بتعتبر انها هي الـ terminal hinge axis مع انه الـ terminal hinge axis ممكن يكون مش هي هاي النقطة لكنه حواليها في على وجه المريض. الستيبل بوينتس اللي ممكن نستعملهم حسب نوع الفيس بو، في ناس تاخذ نقاط مثلا 13 ملم from the anterior margin of the tragus برسم خط وباخذ 13 ملم. ممكن نستعمله 10 ملم anterior to centric of the auditory meatus and 7 ملم below the frankfurt plane برضو بيحددوهم على وجه المريض. في ناس بتستعمل او شركات بتستعمل الاير اكسس هو اكثر اشي او الموست كومن. يعني بكون نهاية الذراع هاي في زي جزء بسيط، هذا الجزء بدخل جوا الذان، فهم بيعتبروا انه الذان بالشكل عام هي التيرمينال هنج اكسس مع انها جايه بوستيريور له، لكن arbitrary they decide that this is the terminal hinge axis. طبعا لانها arbitrary point اكيد راح يكون في نسبه خطا في تحديد terminal axis في الاربيتراري فيس بو، لكنه كافي حتى نستعمله مع السيمي ادجستبل article. نيجي على الخطوات، راح احكيها بشكل سريع لكن الفيديو ان شاء الله اللي راح احط لكم اياه بيحكي لك عن الخطوات بشكل عملي على مريض. الخطوه الاولى طبعا بدك تجهز الادوات. هنا مستعملين ويب ميكس فيس بو، من نبلش بالصور من الشمال فوق. في عندك الفورك، هاي الفورك بنحط عليها ريجستريشن ماتيريال. ريجستريشن ماتيريال عاده ممكن تحط واكس، ممكن تحط كومباوند اللي بتستعمله بالبروستو، ممكن تحط سيليكون ماتيريال. المهم الفكره من هاي الماتيريال انها تاخذ طبعه للاسنان العلويه. فبالتالي شايفين الصورة الثالثة انه انا حطيت الفورك داخل فم المريض وضغطت عليها بحيث انها تاخذ طبعة للأسنان العلوية. بعدين بطلع الفورك بقيم الزوائد اللي حوالين طبعة الأسنان، بعدين برجعها جوا ثم المريض وبثبتها بكوتون بيلت او كوتون رولز on both sides حتى تكون ستيبل. بعدين بجهز الفيس بو تبعي. زي ما انتم شايفين خليت المريض يمسك الفيس بو ويدخل نهايات او اذرع الفيس بو داخل الذان تبع المريض. هذا الفيس بو بيعتمد على الاير اكسس as an arbitrary point. So I ask the patient to place the device in his external auditory meatus. الصورة اللي بعدها زي ما انتم شايفين في جزء من الفيس بو بتدخل فيه الفورك. There is a part of the face bow that has a slot for the fork. So I will ask the patient, or I will try to slide the fork inside this area of the face bow. And then we have screws that we need to tighten it up. So the fork will be part of the face bow and they will be in like one piece.
زي ما انتم شايفين في منطقة على الفيسبوك هون بتدخل فيها الشوكة اللي عليها طبعة الأسنان، فأنا بدخلها داخل هاي الجزء وبعدين بشد البراغي كلها، فبالتالي رح يصير في عندك الفيسبوك زي ما انتم شايفين الصورة الثالثة، الفيسبوك جزء العلوي داخل جوا ذان المريض اللي هي الاكسترنال ديتريمياتس، والشوكة داخل فم المريض وقعد الدكتور بيشد البراغي اللي موجودة. نفس الاشي الصورة الرابعة من جهة الشمال قاعد بشد كل البراغي اللي موجودة. الصورة اللي بالنص تحت زي ما انتم شايفين هاي بتمثل لك كيف شكل السكال على الارتيكوليتر، يعني هاي الطريقة اللي انا بالضبط بس اخلص الفيسبو انقل واخلص تثبيت هاي البراغي، بخلي المريض يفتح بشيل كل الجهاز وبرد بركبه على الارتيكوليتر بنفس الطريقة، بعدين بحط الأبر كاست زي ما انتم شايفين بآخر الصورة. الأبر كاست رح يدخل على الاندنتيشن الموجودة على الانتر اوكلوزال أو على المادة الشمع اللي حطيناها على الفورك، بحط الأبر آرش. هسا أنا جاهزة أعمل ماونتينج للأبر جو على الارتيكوليتر، وبهاي الحالة أنا سجلت العلاقة ما بين التيرمينال هنج أكسس والأبر جو أو الأبر اوكلوزال بلاي. بس زي ما حكيت لكم في عنا الثيرد ريفرنس بوينت، برضو حكينا عن أسباب استعملنا الثيرد ريفرنس بوينت. في أكثر من منطقة ممكن نستعملها as a third reference point، برضو بتعتمد على كل شركة بتختار النقطة المناسبة لها. في ناس بيستعملوا انفرا اوربيتال انديكيتر، في ناس بيستعملوا نيزن انديكيتر، هاي القطعة الحمراء بالضبط تيجي على النيزن اريا. في ناس بيستعملوا الانتيرير بوينت زي ما انتم شايفين هون، الانتيرير بوينت زي مسطرة، هاي المسطرة بتيجي بالضبط على الميزيال سايد اوف ذا لاترال انسايزر، بتثبتها على الميزيال سايد اوف لاترال انسايزر، رح تشوفوا نهايتها من فوق بالضبط، رح تحدد لك نقطة على فوق الانف. هاي بنحط عليها نقطة قلم حبر ودائما نستعملها as a reference point. طبعا it's repeatable لانه هاي المسطرة بالضبط دائما رح تقيس المسافة من الميزيال سايد لللاترال انسايزر، فكل مرة انت بتعمل فيسبوك ترانسفير لنفس المريض رح تقدر تستعمل الريفرنس بوينت هاي دائما تكون ريبيتابل. هون هاي طريقة وضع الفورك داخل فم المريض، طبعا نحط عليها ريجستريشن ماتيريال، وهون كيف نثبت الفورك مع الفيسبوك. شايفين في منطقة او في جزء that جزء بندخل فيه الفورك، we have a part that we can place the fork and then we tight it together as one piece. هاي الصورة آخر إشي بتوضح لك العلاقة ما بين الأبر جو، بس تجيب طبعة الأبر جو تحطها على الفورك تعمل mounting للأبر تيث. then بهذا الشكل إحنا عملنا mounting للأبر كاست using the facebook. هسا بدنا نعمل mounting للور كاست. كيف بدنا نعرف العلاقة ما بين الأبر تيث واللور تيث؟ نستعمل إشي اسمه انتر أوكلوزال ريكورد. طبعا نرجع نتذكر إيش بيعني لنا terminal hinge axis. بدنا نعرف where are the condyle when we talk about the terminal hinge axis. زي ما حكينا عن centric relation، terminal hinge axis والcentric relation. الcondyle they are in the most superior anterior position, the articular fossa with the articular disc probably imposed. هذا اللي هو centric relation. حكينا centric relation عبارة عن jaw-to-jaw relationship and it's independent of tooth contact. وعادة it's doesn't coincide with maximum intercuspation أو اللي هو centric occlusion and it's the most repeatable position of the mandible. فكتير بهمني إني أنا أعمل record للأسنان في السنتريك ريليشن مش بالسنتريك أوكلوجن. بشكل عام إمتى لازم أعمل ريكورد للسنتريك ريليشن وإمتى أعمل ريكورد للسنتريك أوكلوجن؟ when a wall posterior segment or complete arch is to be restored the cast should be mounted in a centric relation. however when a single tooth is to be restored occlusally the cast can be mounted in interclusal in maximum intercuspation or centric occlusion. also when we study or make diagnostic and study purposes we usually use centric relation position.
يعني أنت بشكل عام لازم نأخذ العلاقة ما بين الأسنان العلوية والأسنان السفلية في السنتريك ريليشن قدر الإمكان. إذا أنا بدي أعالج بس سن واحد زي ما حكينا، ممكن نستعمل السنتريك أوكلوجين، نخلي المريض يعض على أسنانه ونأخذ طبعة بين الأسنان ونستعملها كجايدنس لنا في الماونتينج للور كاست. بينما الأفضل دائما خاصة إذا أنا بدي أعالج أكثر من سن إنه نأخذ سنتريك ريليشن ريكورد. Now, what's the centric relation, centric occlusion record? We have something called inter-occlusal record. It's a record of various mandibular position used to mount the mandibular cast or to adjust the mechanical condyle setting, recorded by placing a plastic material that hardened between the occlusal surfaces of the teeth, the hardened material safe as the record. إيش يعني هذا الشيء؟ Inter-occlusal record عبارة عن مادة منحطها بين الأسنان، inter-occlusal يعني بين الأوكلوزال occluding surfaces للتيث. إيش هي المادة عادة؟ It's a plastic material. فإحنا ما حددنا لك إيش plastic material. ممكن تستعمل شمع، ممكن تستعمل سيليكون، ممكن تستعمل compound في certain silicone registration material. فكل هاي المواد تقدر تستعملها. هي طبعا مادة بتكون طرية بالأول بس تنشف بتصير صلبة، فبالتالي ما بيصير لها distortion. طبعا الشمع ما مش كتير accurate مقارنة بالسيليكون، فبيعتمد على الماتيريال الموجود عندك. الهدف من استعمال هذول الانتر اوكلوزال ريكورد عندنا هدفين، اما mount the mandibular cast in relation to the upper or to adjust the mechanical condylar setting. فاحنا بنستعمل له غرضين، اول اشي اني اعمل mounting للمانديبلر كاست، والاشي الثاني اني اعمل programming للارتكليتر اللي حكينا عنهم اللي هم السيمي ادجستابل والفولي ادجستابل. أنواع الانتر اوكلوزال ريكورد في عنا نوعين، في عنا سنتريك انتر اوكلوزال ريكورد وفي عنا اكسنتريك انتر اوكلوزال ريكورد. سنتريك انتر اوكلوزال ريكورد اللي هم سنتريك ريليشن ريكورد والماكسيمم انتركسبيشن او اللي هو سنتريك اوكلوجين ريكورد. سنتريك ريليشن ريكورد ار يوز تو ريبليكيت اون ذا ارتكليتر ذا ريليشن شيب بتوين ذا ماكسيلا اند ذا مانديبل وين ذا كوندايل ار ان ذير موست انتيرير سوبيريور بوزيشن ذا جلينويد فوسا. فهي عبارة عن بحط المادة بين الأسنان وبخلي المريض يعود بالسنتريك ريليشن، بيطلع عندي سنتريك ريليشن ريكورد. إذا حطيت المادة بين الأسنان وحكيت له إنه يعود إن ماكسيموم انتركسبيشن بالسنتريك أوكلوجين، راح يطلع عندي إشي اسمه سنتريك أوكلوجين ريكورد. واضح؟ الإكسنتريك it's wax record taken in lateral and protrusive mandibular position used to adjust the condylar guidance of the articulator. الإكسنتريك هي أثناء حركة الماندبل سواء كان لليمين أو للشمال أو لقدام. فبالتالي أنا بحط الواكس أو المادة اللي أنا بدي أخذ فيها الطبعة أو العلاقة ما بين الأسنان اللي فوق والأسنان اللي تحت، بحطها بين الأسنان، بعدين بحكي للمريض مثلا حرك لليمين وبحط المادة وبخليه باخذ العلاقة ما بين الأسنان، أو حرك للشمال، أو بحكي له أعمل بروتروجين للأسنان، حرك لقدام وتكون المادة موجودة بين الأسنان، فبالتالي بيطلع معي العلاقة ما بين الأسنان في البروتروجين أو اللاترال موفمنت. طبعا أخذ السنتريك ريليشن مش سهل، وراح أحط لكم إن شاء الله لينك لفيديو حتى تشوفوا كيف ناخذ السنتريك ريليشن ريكورد. Centric relation شوي في عنا أكثر من طريقة، وممكن نستعمل shin point guidance using single hand or bilateral manipulation using both hands. ممكن برضو نستعمل unguided method. إيش يعني unguided method؟ عادة نحكي للمريض سكر أو حط لسانك بسقف حلقك وسكر إلى أن توصل لأول إطباق أو تحس في تلامس بين الأسنان بتوقف. طبعا هاي unguided رح تعتمد على المريض. It produces a physiological muscle position that is not reproducible and highly dependent on the muscle activity status. إذا أنت ما عملت guidance للمريض على الأغلب رح تعتمد على قوة العضلات للمريض، زي ما حكينا زي نفس مشكلة الـ wrist position. في أكثر من إشي بتحكم في هاي الحركة، فبالتالي it's not reproducible، فما رح تعطيك accurate centric relation record. فلازم أنه أنا أتدخل في الموضوع أعمل guidance لهاي الحركة. إذا أنا استعملت shin point guidance بحط إيدي زي ما أنتم شايفين بالصورة الأولى، بحط إيدي بحاول أحرك المانديبل downward backward،
حتى أحط ال head of the condyle in the most superior anterior position the glenoid fossa. لكن برضو مشكلة single handed ما بيكون في تحكم كافي في حركة المانديبل. فأفضل وضع اللي هو bilateral manipulation زي ما أنتوا شايفين بالصورة الثانية، بكون ورا المريض بحط الإبهام تبعي من الإيد اليمين والإيد الشمال، بحطها على chin area منطقة الدقن، وبحط أصابعي الأربعة للإيد اليمين لإيد الشمال تحت المانديبل. وشايفين الحركة، الإبهام تبعي بيضغط على المانديبل لتحت downward، والأصابع الأربعة تبعتي they push backward، فبالتالي أنا بضغط الـ head of the condyle أو بضغط المانديبل بحيث أنها تدخل في most superior anterior position in the glenoid fossa. فبالتالي أنا بتحكم في وضع الجو في المكان المناسب تبعها، فعشان هيك اسمها bilateral manipulation. في أكتر واحد استعملها manipulation of Dawson، اللي عمله Dawson إنه بيجيب قطعة من الشمع بنعملها على شكل arch soft in the wax and adapts it to the maxillary teeth. بعدين we will cut the wax sheet between the lateral incisor and the canine، زي ما انتم شايفين بين lateral canine قصينا الشمع. We fold the wax on the labial surface of the canine to serve as index for sitting. حتى دائما نعملها sitting inside the patient mouth. من نضغط الواكس على labial side the canine. بعدين بقيم الواكس من ال patient mouth. I will cut a wedge shape to produce a plane for an anterior deprogrammer. رح أقيم كل الشمع ما بين ال four anteriors four upper anteriors. رح يصير في عندي فراغ. هذا الفراغ راح استعمل إشي اسمه دي بروجرامر، راح تاخذوا بمحاضرات تانية إيش يعني دي بروجرامر. عادة إحنا العضلات المريض متعودة إنه إذا حكيت له يسكر بتروح دغري إلى السنتريك أوكلوجين، يعني بضل دائما المريض بس تحكي له سكر صعب يوقف حركة المانديبل إلا ما يصير عنده ماكسيموم انتركسبيشن أو سنتريك أوكلوجين. فبدي إشي يعمل دي بروجرامينج للمانديبل للمسلز اوف ذا مانديبل، بحيث انه المريض يوقف اول ما يصير فيه تلامس بين الاسنان اللي هي منطقه السنتريك ريليشن. فعشان هيك مستعمل جهاز اسمه دي بروجرامر. دي بروجرامر في ناس بيستعملوا اللي هي جيج اوف لوشيا، ممكن تكون معموله من اكريليك ماتيريال زي ما انتم شايفين الصوره هاي، شايفين هذا الجزء لونه ازرق تقريبا او جراي، معموله من ال من الأكريليك ماتيريال، بس يعض المريض عليها راح يضل راح تمنعه إنه يوصل للماكسيمم انتركسبيشن. فهاي هي المبدأ الدي بروجرامر. الدي بروجرامر راح تعمل دي بروجرامينج للمسلز and prevent them from reaching the or make the teeth reach the maximum intercuspation. برضو الفيديو راح أبعث لكم إياه بيوريك مية خطوة 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 بخطوة كيف نعمل دي بروجرامينج للتيت. طبعا مش دائما بس معمول من الاكريل، في مواد اخرى او اشياء جديده برضو بالفيديو ممكن تشوفوا ليف جيج بيستعملوا، كثير اسهل من انه تخلط اكريل وتحطه على الاسنان حتى تعمل دي بروجرامينج. المهم انه انا بحط هذا الجهاز، بحط واكس على الاسنان من الكيناين لورا، وبحط الدي بروجرامر على الانتيرير تيث، بعدين بعمل التكنيك تبعتي اللي هي الـ bilateral manipulation. بعمل position of the patient and the clinician، طبعا أنا بكون ورا المريض، بعدين بعمل له أو بخليه to bite in centric relation. طبعا الواكس هو اللي راح يعمل لك الريكورد ما بين الأبر واللور تيث. زي ما حكينا بكون أنا الإبهام تبعي بضغط على الأسنان على الماندبل سوري باكورد، والأربع أصابع تبعت الإيد تبعتي they push the mandible upward حتى يصير the head of the condyle in most most superior anterior part inside the glenoid fossa. زي ما أنتوا شايفين بالصورة في عندي الدي بروجرامر موجود، عندي الواكس between the teeth، الواكس ريكورد في هاي الحالة اسمه centric relation انتر اكلوزر ريكورد، وهذا هو اللي انا بستعمله حتى اعمل ماونتنج لللور تيث اجينست الابر تيث. هذا اللينك هو اللي حكيت لكم عنه للفيديو اللي بيوريك ستيب باي ستيب هاو تو ميك سنتريك ريليشن ريكورد.
نحكي على centric occlusion record اللي هي maximum intercuspation. في عنا trays, we have special trays to take the bite or maximum intercuspation. We bring the tray, then we try it inside the patient mouth to see that there is no interference. Then we will inject our material inside the tray from upper and lower area, and then we will ask the patient to bite on this material, and finally we will check that the material is set and it's stable. Interocclusal intercuspation record, في عنا trays خاصة. هاي التري بعبيها بالمادة اللي أنا بدي أخذ فيها القياس. بحط المادة من فوق ومن تحت, عادة نستعمل سيليكون مش واكس. بعدين بحطها بين أسنان المريض وبخلي المريض يعض على أسنانه حتى ينطبق مع بعض الماكسيموم انتركسبيشن. بعدين بطلعها من ثم المريض, بقيم كل زيادة وبتأكد إنه الريكورد تمام, ما في أي مشاكل, ما في جزء ممزوع, ما في بابلز, كل هاي الأشياء بتأكد منها. فبالتالي صار عندي اللي هو centric occlusion inter occlusal record. حكينا هذول التو ريكوردز, centric relation و centric occlusion inter occlusal record, نستعملهم حتى نعمل mounting للور جو against الأبر جو. فبالتالي انت راح تركبهم ما بين الأبر واللور جو وتعمل mounting, وفي هاي الحالة بنكون احنا وصلنا لمرحلة انه الارتكليتر بيحتوي على الأبر جو واللور جو mounted against each other. هتفضل عنا اللي هي اللي programming للارتكليتر. عشان نعمل programming للارتكليتر حكينا نستعمل اشي اسمه eccentric interocclusal record, سواء كان lateral او protrusive interocclusal record. Definition تبعهم static record used to capture the position of the condyle in their respective fossa and eccentric mandibular position, سواء protrusive or lateral movement. كيف بعملهم؟ طبعا بخلي المريض أول إشي يحرك يمين وشمال ولقدام, right, left and protrusion. إذا شايفين على الصورة على الشمال في عندك ألوان, في عندك أزرق وفي عندك أحمر في عندك أخضر. إيش بيعني لي هذا؟ أول إشي بخلي المريض مثلا يعمل بروتروجين, وبحط ريفرنس إلي على السنترال, أبر سنترال لور سنترال, بحيث إنه يكون جايدنس إلي بس يعمل دائما بروتروجين إنه هذول الخطين يتطابقوا مع بعض. نفس الإشي باللاترال موفمنت تو ذا رايت أند تو ذا ليفت, بخلي المريض يحرك يمين وشمال وبرسم خطين متوازيات يكونوا جايدنس إلي إنه هاي هي الطريقة الصحيحة اللي دائما المريض بيعملها. بعدين بحط الواكس بين الأسنان وبرجع بحكي له اعمل بروتروجين, بتأكد إنه الريفرنس وصل للمنطقة أو الريفرنس تبعي إن coincidence with each other. بعدين بخلي الواكس ينشف, بعدين بشيله, وبالتالي بكون حصلت على lateral والميزيال سوري lateral eccentric والprotrusive interocclusal. زي ما حكينا هذول الريكورد نستعملهم لبروغرامينج للارتكوليتر. بس ايش الاشياء اللي بدي اعملها بروغرامينج على الارتكوليتر؟ زي ما حكينا في عنا بوستيريور ديترمينانت, في عنا انتيريور ديترمينانت. البوستيريور ديترمينانت لازم احدد الكوندايلر جايدنس, البنت انجل, لاترال سايد شيفت اللي هي البنت موفمنت, هاي كلها بحددها يوزنج الانتر اوكلوزال ريكورد. والانتيريور جايدنس برضو عن طريق البروتروجين ريكورد اللي انا باخذها للمريض. هذول الاثنين الانتر اوكلوزال ميثود يوزنج انتر اوكلوزال واكس ريكورد يوزد وذ سيمي ادجستبل. فور فولي ادجستبل لازم استعمل اكسترا اورال ميثود اللي حكينا عنها اللي هي بانتوغرافيك تريسينج. شو هي البانتوغرافيك تريسينج؟ زي ما حكينا هي لانه الجهاز معقد في عنا اشي اسمه بانتوغراف رح نستعمله مع الفولي ادجستبل. It's faithfully simulate the condylar movement on an articulator. It's necessary to obtain precise tracing of the path followed by the condyle. The bantograph consists of two face walls, one fixed to the maxilla and the other attached to the mandible, with a recording styli attached to one member and tracing table attached to the opposite of them. زي ما حكينا شوي البانتوغراف كتير معقد, حكينا بأخذ وقت كتير. كتير برضو غالي. بتكون من فيس بول
عدد اثنين، واحد بيكون مرتبط بالمانديبل والثاني مرتبط بالمجزلة. وزي ما حكينا في عنا زي قلم اللي هو الستايلاي، والقلم هذا في مقابل له زي لوحة أو ورقة بترسم لك بالضبط الحركة تبعت المانديبل. It's used with fully adjustable articulator. It will capture all the characteristic of the mandibular border movement from its most retruded position to its most forward and lateral position. زي ما حكينا it will record even the time. The mandible goes into a series of lateral and protrusive excursion. The styli record the path of the mandibular movement and the bantograph then attached to the articulator. Adjustments are made until the articulator can follow the same path of the bantograph. يعني أنا بحط هذا الجهاز على وجه المريض، بعدين بخليه يحرك يمين شمال لقدام كل الاتجاهات. رح يكون القلم اللي موجود مع البانتوغراف بيسجل لك كل الحركة اللي بتحركها المانديبل. بعدين بنقل هذول تو فيس بولز للارتيكليتر، في جزء معين من الارتيكليتر بيحمل هذول الفيس بول بنفس الطريقة اللي كانوا موجودين على البيشنت ماوث. بعدين اعتمادا على الأرقام الموجودة أو اللي رسمها القلم تبعي بقدر أعمل adjustment للposterior determinant والanterior determinant حتى يصير الarticulator يتحرك بنفس الطريقة اللي كان يتحرك فيها المريض. عشان تشوف قديش معقد، هون هذا الجزء من البانتوغراف. It consists of six recording blades, two on both sides of the anterior member and two on each side of the lateral lateral to the TMJ region, اللي هي terminal hinge axis. فأنتوا زي ما أنتوا شايفين في عنا ست مناطق بيتم فيها رسم حركة المانديبل، وبعدين بنقولها للارتيكليتر. وفي بعض البانتوغرافز they are electronic measurements زي ما أنتوا شايفين الستايلاي. هون صار في عندك شاشة مقابل الستايلاي برضو بتسجل لك الحركة، وشايفين قديش معقد، قديش في عنا جزء لازم نثبته على ثم المريض. الشاشة الإلكترونية بتسجل لك حركة المانديبل كل اتجاهات بس المريض يتحرك، وبعدين تنقلها على الارتيكوليتر فبتعطيك exact movement of the mandible. وآخر إشي في عنا حطيت لكم لينك لبعض المصادر ممكن تشوفوها عن طريقة استعمال الارتيكليتر. هسه بشكل عام محاضرة اليوم شوي advanced، semi adjustable و fully adjustable ما عندكم. اللي حاب يشوفهم موجودين هم عنا إن شاء الله، إذا رجعنا على الدوام على خير إن شاء الله بلكي جبنا لكم إياهم في المختبر وشفتوهم. اطلعوا على الفيديو، بهمني كثير تعرفوا التعريف، إيش اللي بستعمله. مثلا أعمل mounting للأبر كاست، إيش اللي بستعمله أعمل mounting للأور كاست، ايش اللي بستعمله للبروجرامينج، الستبس اللي حكينا عنها، بس يعني مش مطلوب كثير منكم ان ديتيلز، والافضل انه تشوفوها عمليا بالفيديو وبرضه تشوفوه بالمختبر. اي سؤال ابعثوا لي ايميل وان شاء الله احاول اجاوب اسرع وقت، وممكن برضه عن طريق ممثل الدفعه تبعثوا لي اي اسئله. يعطيكم العافيه.